عملنا العيش الفينو مع بعض، وكمان البقسماط شايفين جماله حلو ازاي. يعني مفيش بقى بعد كده من كيلو دقيق عملنا نص كيلو بقسماط و19 رغيف عيش فينو. يعني بقى دبري ووفري، لازم تتفرجي على اخر الفيديو عشان في تكات صغيرة كده وانا بساوي لازم تشوفوها. مستنية بقى ايه الاشتراك في القناة وتعليقاتكم، وما تنسونيش بالدعوة الحلوة. مساء الورد والياسمين، عالم متابعين الكرام، اهلا ومرحبا بكم في قناة نغمات الاطعمة. النهاردة ان شاء الله كده هعمل لكم طريقة البقسماط والعيش الفينو. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم هقول لكم المقادير. هنا عندي كيلو دقيق منخول، كوباية مية دافية كبيرة، كوباية صغيرة من الزيت، يستحب يكون زيت ذرة او زيت عباد، 60 جرام لبن بودر ما يعادل معلقتين كبار، معلقة كبيرة من السكر ما يعادل 15 جرام، كيس خميرة فورية او بتاعة الفرن ما فيش مشكلة ما يعادل 15 جرام، ربع معلقة بيكون بودر صغيرة، رشة من الملح، معلقة كبيرة من السمنة. يلا بينا بقى اقول لكم الطريقة. هنحط هنا بقى ايه اللبن والسكر، مفيش اسهل من كده بقى، وكمان بيكنج باودر ورشة من الملح، وهقلب بقى كله كده على بعض، كل المكونات الجافة لازما كده اقلبها على بعض عشان كل المكونات تتجالس مع بعض. هقلبها كويس خالص كده، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. هفتح كده فتحة كده صغننة خالص كده في وسط الدقيق اهو، هجيب هنا الخميرة هحطها كده، وهحط عليها شوية مية دافية. لو انت متأكدة من الخميرة بتاعتك اشتغلي بيها على طول، مش متأكدة منها دوبيها في كوباية مية دافية لوحدها كده بره، واول ما ايه اول ما تتفاعل كده وتعمل فقاقيع معاكي كده وريحتها تطلع، يبقى كده ايه الخميرة عندك تمام. ما عملتش كده يبقى الخميرة بتاعتك ايه مش كويسة، استبعديها عشان ما تبوظلكيش بقيت ايه بقيت المكونات. هتبقى بس كده شوية عشان اوريها لكم لما ايه لما تخمر. بصوا هي ايه عملت فقاقيع كده اهي، عشان هي ايه كويسة معايا. هحط بقى ايه المية حبة حبة، مش هحط الكوباية كلها، ولو عزنا تاني هنزود عشان كل دقيق وليه ايه وليه مقدار. هحط بس كده الكوباية ولو عزنا تاني هنزود. هقلب كل المكونات كده مع بعض اهو، وما تنسيش ان انت عندك زيت برضو من السوائل، ما تحطيش كل ايه ما تحطيش مية كتير قبل ما ايه قبل ما تشوف العجينة معاكي لينة. انا مش عايزة العجينة تبقى طرية خالص ولا ايه ولا ناشفة، عايزاها كده تبقى ايه كويسة كده ومتماسكة معايا. هزود كده المية، هفضل الم العجين كده، هحط بقى الزيت قبل ما ازود المية عشان ايه المقدار معايا يكون تمام. هعجن فيها كويس خالص كده، ولو عايزة مية تاني هزودها. كده الدقيق معايا عايز ميه كمان، ازوده حبه بحبه كده، وميه دافيه تكون درجه ايه 38 درجه مئويه او 37 اهو. هلم كده كل العجين لغايه ما ايه يتماسك معايا كده اهو. هحط كمان عايزه
هفضل كده ايه اعجن فيها كويس خالص كده لغايه ما ايه ما تتجالس معايا وتبقى عجينه ايه لينه. انا مش عايزه اقطع الفيديو عشان تستفادوا بكل حاجه. كده انا حطيت ايه كده حطيت كوبايتين من ايه من الميه وكوبايه من الزيت والخميره والسكر واللبن البودر ورشه صغيره من ايه ربع ايه معلقه ايه بيكنج بودر صغيره. افضل اعجن كده فيها ما تزوديش الميه معاكي عشان ايه ما تبص مني. لما تكون الميه قليله احسن ما تكون كتير. افضل بقى ايه اعجن فيها كويس قوي كده لمده 5 دقايق او 10 دقايق. استخدم كده الرخامه انا غسلاها ومخليها زي الفل. لازم تعملي لها ايه تعملي لها عرق كده عشان تكون معاكي كويسه لما تيجي تخبزيها. هتفضلي تعملي فيها كده اهو تعمليها كده بايدك. افضل بقى اعمل فيها كده لمده 5 دقايق وهرجع لكم تاني. قعدت اعجن فيها لمده 10 دقايق لغايه ما بقى بالمنظر ده شايفين. لازم تحطي صباعك كده ما يرجعش تاني. بصي اهو كده تبقى العجينه معايا تمام شايفين صوابعي بتبصه ما فيه كده تبقى العجينه تمام. لازم تعجنيها كويس خالص شايفين لينه معايا ازاي اهو. هسيبها بقى تتخمر عشان احنا هنخمرها على مرتين وهرجع لكم تاني. احطها بس كده في الطبق ولازم تغطيها بفوطه او استريتش عشان تبقى معاكي تمام اهو. وهغطيها بقى لغايه ما تتضاعف كميتها وهرجع لكم تاني. وهنفتح العجين بقى اول ما تخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بسم الله ما شاء الله تضاعفت ازاي بقت عامله ازاي جميله خالص وعجينه جميله. هنشكل منها بقى الفينو والبقسماط. بسم الله اول حاجه هعمل معاكم ايه اهو هاخدها كده شايفين عجينه حلوه ازاي طريه معانا كده. انا مش عايزاها ولا طريه ولا ايه ولا ناشفه عايزاها عجينه كده لينه عشان لما اجي ايه اشكلها تبقى معايا ايه بكل سهوله تشكل بكل سهوله. اخد بس كده ايه قطعه منها كده وعايزه اوريكم بقى هنعمل ايه. هقطعها كده هاخد كده ايه نص العجينه هعملها بقسماط والنص التاني هعملها ايه فينو. هي هي نفس العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هاخد كده ايه قيمه ايه 50 جرام كده عشان ايه اشكل الفينو بتاعي. هعمل بس كده هجيب بقى النشابه او اي حاجه بقى عندك كده بتفردي بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل ايه بقى معلقه السمنه اللي معايا دي هاخد منها حته كده على ايدي هدهن بيها كده النشابه. هي مش هتلزق ولا حاجه بس انا ايه عايزه اوريها لكم كده عشان لما تيجي ايه اخمر التخميره التانيه يبقى ايه معايا كده بيلمع وحلو اهو. ده الفينو يا جماعه ركزوا معايا. اول حاجه الفينو اهو هعملها كده افردها جامد كده اخليها سمكها رقيق. وهنقول كده ايه هنعمل ايه شايفين بقى السمك عامل ازاي اهو ولا رقيق ولا ايه ولا سخين. بعد ما فردتها كده هجيبها كده بايدي كده والفها كده اهو شايفين لفتها كده اهو هقفلها كده من الجناب اهو من الجنب التاني. ركزوا معايا عشان دي ايه اهم خطوة. هجيب هنا بقى ايه الصاج اللي انا هغمس فيه هدهنه كويس من السمنة اهو. بسم الله
بعد ما ادهنه كده من السمنه كويس قوي، هرص فيه الفينو كده على الحته اللي هي ايه اللي من تحت كده اللي هي ملفوفه اهي، عشان لما يجي يتضاعف يبقى من تحت الايه من تحت اللي هي اللفه. هعمل واحده تاني معاكم كده عشان تشوفوها. هاخد كده قيمه 50 جرام من العجينه، بسم الله هعملها كده. ده الفينو يا جماعه ركزوا معايا، انا مرضيش اعمل حلقتين، حلقه للبقسماط وحلقه للفينو، عشان ايه تستفادوا بايه بقدر الامكان. هفردها كده كويس قوي اهو حبايبي، اللي ما عملش لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس على كلمة الكل، تنوروني بالاشتراك في القناة، ياريت بقى تشجعوني تعملولي لايك عشان ايه دي بيفيد القناة ان هو الفيديو يتنشر، يعني يبقى كويس يعني اهو. فردتها كده كويس خالص اهو بالنشابة اهو شايفين. هجيب كده بطرف ايدي والف كده اهو شايفين، والف الفها كده اهو خلاص لفتها، هسيبها كده اهو الحته القافله اللي تحت دي هحطها كده في الصاج اللي انا هخمر فيه اهو، ده اللي هيتخمر فيه، وعشان ايه وتسيبه ايه فراغ بين الواحده والتانيه عشان هو لما هيخمر هيعلى وفي نفس الوقت هيرد معانا. هخلص بقى كل الكميه وهقول لكم هنعمل ايه. حطيت صينيه على النار وفيها ميه بالمنظر ده بتغلي، شايفين البخار، عشان تسوي بقى ايه الفينو بتاعك كويس المخبوزات بتاعتك. هقول بسم الله هدخلها كده الفرن، شايفين البخار طالع منها ازاي، بسم الله اهو هحطها في القاع بتاع الفرن، شايفين في قاع الفرن هحطها، وهشغل الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية زي ما حضراتكم كده شايفين، ولو عندك مروحة يستحب تشغليها اهو كده. انا ظبطت الفرن بتاعي على درجة حرارة 250 درجة مئوية اهي، ركزوا معايا، وحطيت ميه مغليه في القاع الصينيه، شايفين بسم الله ما شاء الله تضاعف الزهر عشان ينجح معاكي ويطلع زي الافران واحسن. من سر الافران ان هما بيحطوا عندهم المخبز بتاعهم في بخار، هو ده اللي بيخلي الوش يلمع ويبقى حلو معاكي. هسويه بقى لمده ربع ساعه كده او على حسب كل واحد وفرصته وهوريه لكم. دهنت الصينية كويس بالسمنة اهي، هجيب بقى ايه انا مغطية العجينة اهو، باخد بس حتة كده على القد عشان العجين ما نشفش مني، خدت حتة كده هفردها كده اهو المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، يعني ايه ولا تخينة ولا رفيعة، خليها ايه في الوسط كده عشان تطلع معاكي كويسة. هفرش كده بايدي، اجيب كده ايه لو عندك عجله زي دي قطعي بيها، او لو عندك سكينه انت ومزاجك بقى اهو شايفين، عشان تبقى سهله معاكي بس كده. هاخد بقى ايه كده حته هذا بس اوريكم كده تبقى واضحه معايا اهي، وهلفها كده شايفين كده السم كده بقى، هقطع الحته كده والحته كده اهي شايفين عامل معايا ازاي. لو عايزه تحطيلي سمسم ماشي، مش عايزه براحتك انتي ومزاجك. اخد حته كمان معاكم اهي
اعملها كده اهو، برضو اسوي الكنوف كده عشان تبقى معايا كويس، هحطها برضو في الصوت كده، هخمرها على مرتين، واحدة معاكم تاني اهي اهي، هحطها هخلص بقى كل الكمية وهنقول هنعمل ايه. شايفين البقسماط بقى اللي معايا الزهر، انا كنت مقطعاه رفيع قدامكم اهو، شايفينه عين الزهر، هنسويه برضو بنفس الطريقة. الاطفال بقى بيحبوا الحروف بقى والحاجات دي، الحركات دي يعني ايه بقى، حاولوا برضو تشاركوا اطفالكم. يا بنتي ايه عملت برضو حروف كده حلوة، هاخد بس بقى حتة كده تغننة هوريكم بس ايه كم حرف كده، سهل خالص وبسيط، هنعمله بقى بالسمسم عشان يبقى ايه حلو. هاخد حتة بس كده هعملها بالمنظر ده، حرف الاس بسيط خالص اهو، شايفين حرف الاس بسيط خالص اهو، هقطع من هنا من هنا كده ونحطه في السمسم اهو، وهاجي هنا على الصينية اهو، هعملها كده، اخلي بقى ايه السمسم من القاع علشان تستوي معاكي ايه وتحمص كده تبقى حلوة. السمسم هنا عندي ني، شايفين حرف الاس حلو ازاي اهو، ده كان زي ده كده، بس ده لما استريح بقى في الخمر ارتفع معايا كده اهي. تعالى اوريكم بقى حرف السي، سهل برضو، والبي، انتوا بقى ايه بتدعوا، خلوا بقى اطفالكم برضو يخشوا معاكم كده، بيفرحوا بالحاجات دي يعني، بيفرحوا ان هما بيعملوا حاجة زي كده اهو. نفس الحكاية حرف البي اهو، تعمليها كده اهي وتروحي مدوراها كده، تفتحيها بس كده عشان تبان معاكي. شايفين بسم الله ما شاء الله نفش ازاي بقى جميل، انا بس استوى من القاع وبعد كده ولعت عليه الشواية، هياخد بس وش هطلعه ووريه لكم. شايفين جماله وهو طلع من الفرن، اول ما يطلع من الفرن مباشرة هتجيبي بخاخة فيها مية وهتبخ عليه كده بخة بسيطة بس كده، بخيته بخة بسيطة كده، شايفين جماله حلو ازاي، وادي البقسماط شايفينه حلو ازاي، برضو هيستوي برضو من القاع وبعد كده اشغل عليه الشواية. انتوا بس لما تمشوا على كل الخطوات اللي انا قلت لكم عليها هيطلع بالظبط زي الفران واحسن. شايفين شايفين البخار وهو طالع من تحت، البخار ده بقى هو اللي بيديك الوش ده واللمعه دي، امشي على الخطوات بالظبط هتلاقي الحاجه طالعه معاكي زي الفل، بس بقى ما تنسونيش في الدعوات. وادي البقسماط لما طلع من الفرن، شايفين جماله حلو ازاي، هو شكله ارفع من اللي في الكاميرا. البقسماط بقى مش هنرشه بالميه. وادي الحروف لما تستوي، شايفين جمالها، عملنا البقسماط مع بعض والعيش الفينو، بسم الله ما شاء الله، شايفين جماله اهو، شايفين جماله حلو ازاي اهو. عايزه اوريكم بس كده العيش الفينو طري قد ايه والبقسماط ناشف اهو، هقطم لكم حته عشان تشوفوها، ده البقسماط شايفين شايفينه عامل ازاي من جوه، جميل خالص وناشف. وادي العيش الفينو اهو، شايفين طري قد ايه وهيش جوه من جوه وجميل، شايفين الجمال، شايفينه عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله.
تنسوش بقى لو عجبتكم الحلقة تعملوا اللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل. مستنية تعليقاتكم، تنوروني بالاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.